محمل بتسوق وانت فاكر نفسك عشان سايق عربيه كبيره تدوس على العربيات الصغيره عادي. تعالى اطلع كلمني. لا كلمني، سيب اللي في ايدك وتكلمني. هو على فكره كلامي مش لازم تسمعه في كل حاجه، يعني هو حضرتك ساعدتي نفسك ونزلت ليله ومش كانتش مفروض يعني. ولو على الفانوس هصلحه عادي هغيره، ما هو انا ما بعرفش اسوق قوي يعني، انا اعتبرت حماره بتسوق. فحضرتك اتفضل، احنا اسفين، ما تتعبش نفسك خالص خالص يعني. لا لا براحتك.